المكان آثار المكان أيوة. المكان الأول في الذاكرة وين تحبين تروحين رباب لما البحر 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 وين بالضبط يعني إذا يجيك الحنين والحنين إحساس جميل صح بس في لوعة طبعاً وفي لسعة مرارة صح أبلغ. لأن ما راح يرجع المكان مثل ما كان أنا طبعاً بس وين بحر في السالمية في الكويت. بحر في السالمية في الكويت بحر في السالمية في الكويت احنا في الثواني الأخيرة من البرنامج جانا تصريح قايلة رباب في احدى المرات بأن يوم اللي أدخل الكويت بموت شو نفهم من هالعبارة؟ الكويت وحشتني كثير بس الكويت زعلتني والله يعني ليش؟ يعني ليش؟ اكو واحد يخون أمه؟ أصلاً ما في بير اللي يخون أمه إذا دخلتي الكويت وين حابة تروحين أول مكان؟ هي الأرض الأم الأرض أنا أرضي أو الكويت أرضي بلادي أمي الكويت أول مكان صليانها سيدة الخيطان إن شاء الله